أوكي، السلام عليكم. وهذه الجزء الأخير من محاضرة داتا ساينس. تكلمنا إحنا في الحلقة أو في الدرس السابق عن الداتا ساينس كارير باث، يعني كيف وين العالم راح تشتغل اللي بده يعمل داتا ساينس. وهذه اليوم نعملها المحاضرة عن السي اي اس كارير باث. CIS لأنه إحنا في معنا ناس في هذا الكورس اللي هو Introduction to Software Engineering أو to Introduction to Information Technology، طلاب من CIS زي ما هم من Data Science. فليت سي إذا كنت أنا CIS وين بروح، وين كان أروح. فال graduates of computer information system CIS وين بروحوا؟ إما بيكون business analysis، يعني تحليل العمل أعمال والبزنس كيف نقدر نعمل analysis. بقدر يشتغل software development، بقدر يشتغل system implementation، بقدر يشتغل كمان system integration. system integration اللي هو تجميع السوفت وير مختلف مع بعض ليشتغلوا كوان سيستم. طبعا سي اي اس عباره عن انتر ديسبلينري بروجرام ومتداخل، يعني تخصص متداخل بين عده اطراف. بدخل التكنولوجي من جهه والبزنس كورسز، يعني في عندي تكنولوجي كورسز زي سوفت وير اركيتكتشر، زي الديجيتال لوجيك ديزاين، زي ديفلوبمنت داتابيس، وكمان بزنس كورسز، بزنس اناليسيز ريكويرمنتس اند سبيسيفيكيشنز اند سو اون. هذا الشغل اللي بيشتغلوه سي اي اس. This makes the graduates of this program knowledgeable، بوفر لك المعلومات والمعرفة المتعلقة بالبزنس، how the business works، كيف بيشتغل، و how technology can make business more efficient and more effective. يعني مثلا بدك تحلل، بدك تشوف مثلا، بدك تعمل نظام خاص بال الاوتو كنترول للاجريكلتشر، مثلا في عملية الزراعة بدك تيجي زراعة، بدك تشوف ايش هي البزنس بتاع الزراعه، شو يعني الاشياء اللي بتهمهم. فرضا ناخذ موضوع الري، انه ايش كميات المياه اللي بتلزم، شو كميات السماد اللي بتلزم، وقديش الاوقات المتباعده بين السقي الاول والسقي الثاني، نوعيه الشجر شو بيختلف عن غيره. وبعدين بتحط هذه بشكل مواصفات، بحيث يجي جماعه التكنولوجي الكمبيوتر بروجرامرز اللي بدهم يعملوا ديفلوبمنت يقدروا يطوروها لبورتال او بلاتفورم، او يختاروا السنسرز المعينه بروجرام. هيك بيشتغل ال سي اي اس سبيشالست. طبعا الناس اللي عندهم knowledge عن التكنولوجي only will have the following issues. إذا كنت بتعرف بس تكنولوجي، أنا بعرف sensors بس، بعرف software development بعرف servers، بعرف platforms، هذا كويس ماشي الحال، بس هذول بيلاقوا صعوبة to develop the software that satisfies the business requirements. أنا ما بدي software يكون سريع جدا وممتاز بس ما بخدمني، ما بحقق لي أغراضي أنا. كمان difficulty in architecting the software system according to the international standards. لأن international standards مش أنا اللي بعرفها كتكنولوجيست، بدك واحد بفهم بالبزنس وبالrules والregulations. هذا بيجي دور الـ CIS، CIS 1 اللي بيعرف بالـ Non-Technical Perspective. كمان الـ Maintenance of Existing System، الصيانة والـ Support، لأنه ما عنده Knowledge about the business behind them، إنه شو البزنس كيف بتطور، كيف بتغير الـ Requirements تبعتهم، فبالتالي أنت بتكون محصور جداً.
CIS program exposes students to healthcare information systems. مثلا, this is one big example. Healthcare information systems, HIS. هذا عادة one of the topics اللي بعلموها لطلاب CIS. CIS graduate joins a software development team that's responsible for developing an electronic health record. مثلا, they will be already aware of the features and functionalities. هذا بتساعدهم على الأقل one field. هذا one major field. وجبناه كمثال لأنه very large field in the world globally. فبالتالي الطلاب بأخذوا كمثال, كان example, اللي بيعرفوا شو يعني الـ electronic health record, شو يعني data privacy, شو يعني data security للhealth records, شو يعني الـ interaction بين different doctors. مثلا انت عندك الهيلث ريكوردز تبعك معمول من قبل دكتور طبيب قلب مثلا, وبعدين انت رحت عند طبيب لحاجة ثانية مثلا لها علاقة بالسكري, فبدي اشوف شو الوضع القلب عندك انت. فالهيلث ريكوردز معمولين من قبل مستشفيات مختلفة ودكاترة مختلفين, مين اللي بياخذ البيرميشن يشوف الريكورد, مين بياخذش البيرميشن. فهذه كلها لها علاقة بالسي اي اس اللي هم بيحددوا هاي المواصفات. As a business analyst, you help develop the requirements of any proposed software system. هلا الريكوايرمنتس, إذا أنا ككمبيوتر انجينير أو سوفت وير ديفلوبمنت, أنا بعرف شو الريكوايرمنتس تبعت اليوزر. اليوزر نفسه بيعرف الريكوايرمنت اللي هو صاحب المصلحه, بس بيعرفش يحطها بصيغه تناسب السوفت وير ديفلوبمنت. فبيجي السي اي اس سبيشالست بترجم الريكوايرمنتس من البزنس, من جماعه البزنس للبزنس للريكوايرمنت تناسب الترمينولوجي, يعني المصطلحات اللي بتناسب السوفت وير ديفلوبمنت. فبالتالي هو بيشتغل كانترفيس, كطرف وسيط ما بين الريال بزنس وما بين السوفت وير ديفلوبمنت. فبترجم الحكي, الان لما يجي جهه السوفت وير ديفلوبمنت بده يسال سؤال, بسال مثلا سؤال تكنيكال عن السوفت وير, بقول له انه يعني بده يسال عن مثلا السبيد of a transaction, the average speed of a transaction. البزنس اناليست ما بيعرف شو بتاع البزنس نفسه, بيعرف شو يعني الـ average speed of a transaction, يعني ايش متوسط سرعة العملية. اللي بترجم له اياه هذا اللي هو السي اي اس, بفهمه انه هاي العمليات اللي بدك تعملها, مثلا بدك تحفظ ريكورد بالهيلث ريكورد, تحفظه بالباك اند. هذا انت قديش بدك تتوقع انه هذا الهيلث ريكورد يكون موجود افيلبل على الكلاود او افيلبل لكل الجهات اللي بتطلبه, هل هو ايميديت ولا بعد يوم يومين ثلاثه اتسترا. بترجم له اياها بالطريقه اللي هو بيفهمها عشان يجاوبك عليها. Because you are already aware of how existing system work, you can make note and suggestions on how the proposed software system should look like. يعني انت كمان بتساعد تعمل visualization للسيستم للجهة اللي بدو اياها. يعني مثل مرة ثانية مثال بالاجريكلتشر, حد يعمل له بلاتفورم مشان يعرض المنتجات الزراعية وتوزيعها وكيفية عملها إلى آخره. فأنت بتعرف شو اللي بيلزم to visualize it, تقول له إنه هذا السوفت وير اللي راح ينعمل من قبل إكس واي زي من الشركات, هذا راح يكون شكله كالتالي. تعرض له إياه يعني تعرض مناسب حيث تفهم شو السوفت وير تبعه راح يكون, كيف راح يكون. ومع الوجود السي اي اس بصير قضية
أنا والله ما فهمتش أنا على الـ requirements تبعونك، أنا أخطأت في فهمهم. هذا بتقلل هذه الأخطاء اللي بتسموها أخطاء متعلقة بالفهم. هل فهمت عليك ما فهمتش عليك، زبط معي ولا ما زبطش؟ فأنت بترجم كل شيء بشكل دقيق. هسا السي اي اس إذا بده يشتغل كسوفت وير ديفلوبر، بكتب كود، بكتب جافا، بكتب بايثون، بكتب سي بلس بلس، بكتب بتعلم سوفت وير، يعني بفرق ما يتعلمش. ولأنك بتعرف بالبزنس وورك you will be able to choose the right architecture for the system، شو نوعية الاركتكتشر اللي بدك اياه، شو نوعية الداتا بيس اللي بيلزمك، بدك تروح كلاود بيس، بدك تروح على مايكروسوفت دوت نت كور، بدك انت بتعرف بالبزنس وشو اللي بيناسبه اكثر شيء. والاركتكتشر طبعا you need a software architecture is one that supports any future improvement. بتعتمد على كيف بدك انت تاخذ الاركتكتشر، اي اركتكتشر بتشوف. اذا البزنس ريكويرمنتس متطور جدا ولسه عم بنمو وراح يكون في متطلبات جديده وكثيره، فانت بتاخذ flexible software architecture which can grow as your system grows. إذا كان السيستم خلص واصل maturity وما راح يصير في تغييرات عليه، أنت بتوقف هون، تختار software architecture اللي مش بالضرورة يكون dynamically evolving. الآن السيستم implementer you will help users use the software system the right way. انه بالimplementation والintegration بتحط اليوزر مانوالز، بترتب ال how to choose and use the software بالشكل المناسب. وكونك بتعرف بالبزنس كيف تشتغل you will be able to provide a very helpful advice on how the software should be used. انت بتورجي الجماعة البزنس how to use their software in the best manner. كثير من الأحيان بتعمل أنت سوفت وير بظل functionalities كثير منهم مش مستعملين، ما حدا استعملهم. فأنت بالحالة هذه لا، أنت بتبين وين ال functionalities وكيف تستعملهم وشو أهميتهم، بحيث إنه ما يروحش عليك السوفت وير اللي اشتغلته. أوكي، هذا أظن إنه كل ما بقي عندنا بهذا الموضوع data science. فبظل لان next lecture next module we will start it after رمضان، after العيد إن شاء الله بيكون في عندنا وقت للميد تيرم اللي هو في أول أسبوع من شهر 5 إن شاء الله. السلام عليكم، يعطيكم العافية جماعة.